من جانبه قال معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى إن ميثاق العمل الوطني وثيقة تاريخية حظيت بإجماع وطني شامل لمساندة رؤية جلالة الملك المفدى للتنمية والإصلاح وتحديد أولويات العمل الوطني. وأكد معالي خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن مملكة البحرين شهدت خلال عقدين إنجازات في المجالات كافة بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى. هذه الوثيقة التاريخية التي حظيت بإجماع وطني شامل شمال كافة أطياف ومكونات المجتمع لمساندة رؤية جلالة الملك للتنمية والإصلاح في تلاقي الإرادة الملكية السامية مع الإرادة الشعبية لتحديد أولويات العمل الوطني في هذه الفترة الزاهرة من تاريخ البحرين المعاصر. وفي الحقيقة وأنا أسترجع بذكريات الإنجازات التي تحققت للوطن والمواطن من خلال نجاح العملية الديمقراطية في مملكة البحرين وبلوغنا ولله الحمد للفصل التشريعي الخامس، أجد بأن ما شهدته المملكة خلال هذه الفترة الوجيزة من حياة الأمم والشعوب يعتبر اختصارا لسنوات طويلة قطعتها الشعوب الأخرى، وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على صدق النيات وجدية العمل لتحقيق التقدم في مختلف المجالات. السلطة التشريعية أثبتت بعد مرور عقدين من عملها على أنها كانت وسيلة للمشاركة الشعبية في صنع القرار. أنا أستشرف كل الخير في المستقبل إن شاء الله للسلطة التشريعية ولتطور عملها سواء على مستوى التشريعات والقوانين التي تسنها أو من خلال تفعيلها لأدواتها الرقابية، وكذلك في الدبلوماسية البرلمانية ودورها في مساندة السياسة الخارجية لمملكة البحرين.